اختر الإجابة الصحيحة عند غلق الكي 1. طبعا التيار الكلي على حسب الاتجاه الاصطلاحي، فكان معظم كل التيار يمر في هذه المقاومة، ولكن عند غلق كي 1 يتجزأ التيار، إذا قراءة الاي 1 تقل. يبقى ليه تقل؟ لأن عند غلق الدائرة يتجزأ التيار إلى جزئين، جزء يمر في الفرع ده وجزء يمر في الفرع ده، إذا قراءته بعد ما كان يقيس التيار الكلي بيقيس جزء من التيار. قراءة في 1 احنا عارفينها بتساوي V1 بتساوي الـ V-Battery اللي هي الـ 12 ناقص الـ IR. طب وإذا وصلنا ديت قفلنا ديت، فأصبح المقاومة الكلية للدايرة تقل، وإذا المقاومة قلت الكلية فالتيار يزيد، وإذا التيار زاد إذا فرق الجهد يقل، إذا القيمة هنا تقل أيضا. تاني، عند غلق Q1 أصبحت مقاومتين على التوازي، وهذا يقلل من المقاومة الكلية للدائرة، وإذا قلت المقاومة الكلية للدائرة إذا التيار يزيد، وإذا التيار الدائرة الكلية يزيد إذا تقل قراءة الـ V1، لأن الـ V1 بيساوي الـ V-Battery ناقص الـ IR. المسؤول الثالث قراءة الفولتميتر V2 عند غلق المفتاح K1 أيضا المقاومة الكلية تقل، يبقى التيار الكلي يقل، وفي 2 دهيت بتساوي الاي في الار، التيار الكلي في الخمسة امبير. طب ما التيار الكلي يقل، وبما ان اذا قلت الاي يقل الفي 2، اذا تقل ايضا قراءة الفي 2. السؤال اللي بعده بتطبيق قانون بقاء الطاقة في المحول. المثال كلمة هو مثال، يبقى قدرة الثانوي، قدرة الملف الثانوي بتساوي قدرة الملف الابتدائي. ليه؟ لأنه لا يوجد فقد في الطاقة، يعني كان نقول I في V بس SS للثانوي بتساوي I في V BB. إذا لو وضعناها في شكل علاقة، إذا نقدر لو قلنا VS على VB، VS على VB هتساوي نعكس، يبقى نقدر نقول الآي بي على الآي إس، بحيث لو ضربنا حاصل ضرب الطرفين هيساوي نفس القيمة، وهنسمي المعادلة دي رقم كام؟ 1. وبالمثل في المحول الرافع يكون جهد الثانوي او الخافض بوجه عام على جهد الابتدائي، هتبقى نسبة وتناسب بينه وبين عدد لفات، هيبقى عدد لفات الثانوي على عدد لفات الابتدائي، لان المحول في نسبة وتناسب بين عدد اللفات والجهد. فلو قلنا في اس على في بي هتساوي ان اس على ان بي. من المعادلة 1 والمعادلة 2 هنلاحظ ايه؟ ان الطرف الايمن يساوي الايمن، يبقى الايسر يساوي الايسر. اذا لو حبينا نحط اي بي على اي اس، يبقى الطرف الايسر يساوي الايسر، هيساوي ان اس على ان بي. الاسم البياني بيوضح العلاقة بين شدة التيار والزمن. في الحالة دي يبقى تيار لحظي، لأن بيعمل كل لحظة بتغير شدة التيار. هنا هو بيحدد لك إن العلاقة بين شدة التيار على المحور الرأسي. يبقى نرسم كده، هنرسم شدة التيار على المحور الرأسي وليكن بهذا الشكل، شدة التيار على المحور الرأسي، والزمن طبعا هيكون على المحور ايه؟ الأفقي. الزمن على المحور الأفقي، يبقى نقدر نقول هنا شدة التيار اي، وهنا الزمن تي
المحور الأفقي. وإحنا بنقسم هنيجي نبص نلاقي أكبر قيمة للتيار 8.3 12 أمبير. فلما نيجي نقسم قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ما ينفعش، لكن ممكن نقول هنا 2 4 6 8 10 12 بحيث بنقسم مسافات متساوية بالشكل ده. أكبر رقم في الزمن 6 ثانية، يبقى نقسم ده كده إلى 6، يبقى احنا عارفين ده 0، يبقى هنا مسافات متساوية 1 2 3 4 5 6. تعال نعمل إحداثيات عند 0 و0 0 و0، يبقى الإحداث 0 و0، النقطة دي كده نقطة الأصل. عند نص وتلاتة وستة من عشرة، عايزين نطلع النص من هنا. طبعا النص ما بين الواحد والصفر ده النص اهو، وتلاتة وستة من عشرة. طب دي التلاتة في النص، يبقى بين دي ودي كده، بالمكان ده كده تقريبا في الوضع ده كده. طب النقطة التانية 1 و6، واحد النص هنا، النص هنا بالشكل ده، ده النص 1 و6، 1 و6 بالشكل ده كده. بعد كده 1.5 و8 من عشرة. طيب 1.5 يجيبه ازاي؟ ما بين الواحد والاتنين، نص كده 1.5 و8 من عشرة، نمشي كده عند 8.3 يعني في هذا المكان. طيب عند التلاتة، عند التلاتة 12، عند التلاتة هي الـ12 اهي بهذا الشكل. بعد كده عند الـ4.5 8.3. 4.5 يجيبها ازاي؟ ما بين الاربعة والخمس، يبقى في المكان ده كده، وننزل كده عند 8.3 بالشكل ده. ايضا عند الخمسة 6، عند الخمسة 6 كده، عند الستة 0. هنلاحظ شكل المنحنى بهذا الشكل، ده الرسم. حدد على احد، انا بقول لك حدد على احد محوري الشكل البياني النقطة التي تعطي قيمة كل ما يلي، وذلك برسم نصف الزمن الدوري للتيار المتردد. احنا عارفين ان ده هي دورة، نص دورة، يبقى نعتبر الست ده هي الست ده هي، يبقى نص الزمن الدوري، نص الزمن الدوري بيساوي 6 ثانية. نص الزمن الدوري لان دي نص دورة. المطلوب التاني القيمة العظمى للتيار المتردد، القيمة العظمى للتيار المتردد اللي هي Imax هتساوي 12 أمبير. طيب القيمة الفعالة للتيار، القيمة الفعالة إذن الـ I effect هتساوي الـ I max في ساين 45 بالتعويض، يبقى نقول هنا 12 في 1 على جذر 2، ويطلع الناتج بالأمبير.
ما المقصود ان في دائرة الـ RLC يعني دائرة تحتوي على مقاومة أمية وملف حسي ومكثف، ان تان يعني الميل بيساوي ان فرق التطور بين الجهد الكلي والتيار الكلي نتان سيتا هتساوي اكس ال ناقص اكس سي على الار يساوي سالب 30 درجة. دالة الشغل للذهب عارفين الاي دبليو بتساوي اتش في نيو سي، اي ان الحد الادنى من الطاقة او اقل طاقة كافية لتحرك الالكترون، اقل طاقة كافية لتحرر الالكترون دون اكسابه طاقة حركية تساوي 1.5 الكترون فولت. ما معنى قولنا او ما المقصود بان مضاعف الجهد 1500 اوم؟ اي انه يلزم مقاومة كبيرة جدا على التوالي مع الجلفانوميتر لتحويله الى فولتميتر، يعني الجلفانوميتر مقاومته ار جي يلزمه مقاومة كبيرة اسمها ار ام مقدارها 1500 اوم لكي يحول هذا الجلفانوميتر الى فولتميتر. احسب شدة تيارات I1 وI2 وI3. لازم نكون 3 معادلات. أول خطوة نكون معادلة كرشوف الأول عند نقطة التفرع، نشوف فين نقطة التفرع. طبعا ممكن تنفع النقطة B أو النقطة A. طبعا لو قلنا عند بتطبيق كرشوف الأول عند النقطة B، طبعا بنص على مجموع التيارات اللي داخلة هيساوي مجموع التيارات الخارجة، أو نقول مجموع التيارات المتلاقية في نقطة يساوي صفر. تعال نطبق كده. اللي داخل دايما هنديله إشارة إيه؟ موجبة. اللي داخل النقطة دي فنسمي الآي ون بالموجب. ليه بالموجب؟ لانه I1 داخل، I2 ايضا بالموجب لانها داخل هذه النقطة، I3 نعتبرها بالسالب، سالب I3 ده كله بيساوي صفر. بنسمي المعادلة ديت المعادلة رقم 1. نطبق كرشوف التاني في المسار العلوي ونكون معادلة، ونطبق كرشوف التاني برضه في المسار السفلي ونكون معادلة. ناخد المسار العلوي. المسار العلوي فيه 3 بطاريات، التلات بطاريات كلهم في ديت ماشية في طبعا بنلغي اللي تحت دي، ماشية كده عكس عقارب الساعة، دي ماشية مع عقارب الساعة كده، لكن دي ماشية عكس عقارب ايه الساعة. فهنمشي تبع مثلا عقارب الساعة، فاللي هيبقى مع عقارب الساعة بالموجب والمعاكس السالب. تعال نشوف بقى مجموع الفي باتري مجموع قوى الدفع بيساوي مجموع فروق الجهد.
يساوي. عندنا اللي مع قارب الساعة الخمسة، الأربعة، بينما الستة عكس عقارب الساعة، فيصبح هنا دول تسعة ناقص تلاتة ناقص ستة يبقى فيه تلاتة فولت. الطرف ده أصبح تلاتة فولت كده. تعال نشوف الطرف التاني اي فار اي ون. اي ون مشى في مقاومة ايه؟ مشى في هذه المقاومة. والاي تو مشت في المقاومة اي واحد اوم. والاي ثري مشت في المقاومة مية. فلو فرضنا ان مثلا يبقى في حالة نقول خمسين اي ون بالموجب ولا بالسالب؟ طبعا دي ماشية عكس عقارب الساعة ودي مع، يبقى سالب خمسين اي ون. خمسين اي ون اي تو، اي تو ماشية كده في الفرض اللي احنا فرضينه، يبقى نقول واحد اي تو بالموجب زائد اي تو، يبقى شكل المعادلة سالب خمسين اي ون زائد اي تو، وهنسمي المعادلة دي رقم اتنين. ايضا ناخد المسار السفلي في بطارية واحدة بقى، بنفرض تبع الاصطلاح بتاعها بهذا الشكل، اللي مع هذا السهم يبقى بموجب ولا عكس يبقى سالب. فنقول مجموع الفي باتري مجموع قوة الدفعة هتساوي مجموع فروق الجهد اللي هو شد التيار في المقاومة. هي بطارية واحدة خمسة فولت، خمسة فولت، وهنا الاي تو مشت في مين؟ مرت في الوان، يبقى وان اي تو بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب. ليه بالموجب؟ لان سهم الاي تو مع السهم اللي احنا فرضينه. اما الاي ثري هتبقى برضو زائد زي لان السهم مع السهم، مية مية اي ثري. ونسمي المعادلة رقم كام؟ تلاتة. بالوسيط للحسبة نختار كلمة مود ثم كويشن ومعادلة من الدرجة التالتة، ونبدأ بقى ندخل معامل. معامل الاي ون واحد يساوي، واحد يساوي سالب واحد يساوي، وبعدين صفر يساوي. ننتقل للمعادلة التانية وهكذا. فالقيمة الأولى هنسميها اي ون، والقيمة التانية اي تو، والقيمة التالتة اي ثري.